عايزه اعرف هل لو انا بدعي عليه، اعوذ بالله، انا كده باخد وزر، وحضرتك تقول ايه للاباء اللي بيعملوا كده في اولادهم؟ سيدتي، طبعا السؤال فيه شقين. الشق الأول إن هي تدعو بالشر على أبيها ممنوع قولا واحدا. شوف يا عبير هانم، إما ربنا قص علينا في سورة مريم سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بيدعو أباه، يقول له يا أبت لا تعبد الشيطان، قد جاءني من العلم إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فأبو هدته، قال له لئن لم تهار لأرجمنك واهجرني مليا. قال له إبقى سيدنا إبراهيم، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. يا سلام، يا سلام على الأدب. ده فعلا الأدب. بس لذلك بقى شوف سيدتي، بارك الله فيك وفي أهلك وأسرتك والمستمعين والمشاهدين. أمين. هتلاحظي في سورة مريم ان سيدنا ابراهيم بيقول لابيه الكافر يا ابت. ابت في قواعد او جرامر اللغه التاء تدخل على الاب تفيد التعظيم، التعظيم. شوف ما قالوش يا ابي، يا ابت، دي تفيد التعظيم. فادخرها الله لسيدنا ابراهيم ان ابنه سيدنا اسماعيل هيقولها له. سوره الصفات، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فيا بنيتي، أنا طبعا أقصد السائلة، أرجوك لا تدعي على أبيك بالشر، وسل الله له الهداية وصلاح الحال. أما نصيحتي للآباء، الأبوة مسؤولية والأمومة عطاء، فالأب هنا لا يتخلى عن أولاده. أو ممكن يكون له ظروف وتزوج أو شيء، أو تزوج بثانية، بس هذا يعدل لا يجور على أولاده وزوجته الأولى ولا يظلم الثانية. يبقى هنا عنده، وذلك احنا عندنا الميثاق الآية 90 سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاثة هم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله أن يعليك بحفظك للقرآن. الله يكرمك. احنا عايزين قولا واحدا، دعاء الاولاد على الاباء لا يجوز. دعاء الاباء على الاولاد لا يجوز. لا يجوز، لان الرسول حذر قال لعلها تصادف ساعة إجابة. الله ينور عليك. لا، ندعو لهم بالايه؟ بالهدايه. بالهدايه، احسنتي. ونلتمس لهم العذر وكذا، قد يعني بنقومهم ان احنا نعرض عنهم شويه او نكلمهم بلفظ بس ما يكونش جارح أو إعراض، حتى يعني يعرف خطأه. ده بالنسبة للأولاد سواء بنت أو ابن. إنما الدعاء، لا، الدعاء بالخير، نعم الدعاء بالخير. يعني لنا في الرسول القصة الحسنة، شوفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بجده وأبيه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه السلام. وأمه بقى، أمه دي قصة تانية. شوف لما يسوي قبرها بعد الدفن، بعد فين قبل ما يتوفى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى عليين، وبعدين استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ليه بقى؟ لأنها لم تدركه نبيا، فلا خطيئة عندها، فهي معصومة. ستنا أمينة بنتها، وسيدنا عبد الله معصوم، وسيدنا عبد المطلب من الحنفاء، لأنه توسل إلى الله في واقعة الفيل، لم يتوسل لا باللات ولا بالعزة، ولكن توسل بالله نفسه ودعاه، لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، وقال إن للبيت رب، ما قالش للات ولا العزة ولا الكلام ده، قال للبيت رب يحميه. فأنا أدين الله أن عبد المطلب كان من الحنفاء.